ننتظر في هذه اللحظات، لا سيما أن الاحتلال عندما يستهدف المنازل في هذه المرة لم يعد يبلغ السكان بضرورة إخلاء المنازل. كان في وقت سابق يقوم بتحذير السكان بإبلاغهم عبر اتصال بضرورة إخلاء المنزل، لكن الاحتلال في هذه المرة يتعمد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين الفلسطينيين. هو يقوم بإطلاق الصواريخ بشكل مباشر على هذه المنازل دون سابق إنذار، وهو ما يزيد من أعداد الشهداء في صفوف المواطنين، وأيضا يزيد من أعداد الشهداء في صفوف المارة من المواطنين، لا سيما نتحدث عن قطاع غزة، بقعة سكانية مليئة وكثيفة السكان. هناك غارات فعلا في حي الشجاعية وفي الشيخ رضوان وفي شمال قطاع غزة. سيارات الإسعاف توجهت في هذه اللحظات إلى هذه الأماكن التي تم استهدافها، ونحن نتواجد في جمع الشفاء الطبي نحاول معرفة إن كان هناك إصابات أو شهداء في هذه الغارات التي استهدفت منازل. لكن الواضح أن الاحتلال يتخبط ويريد أن يوقع أكبر قدر ممكن من الخسائر ردا على العملية التي أعلنت عنها كتائب القسام، وهي إطلاق صواريخ كورنيت تجاه إحدى الجبات العسكرية وإطلاق المزيد من القذائف الصاروخية أو قذائف الهاون تجاه هذا الجيب للتغطية عليه ومنع وصول طواقم الإنقاذ الإسرائيلية من الوصول لهذا الجيب. الواضح أننا أمام المزيد من الجرائم، المزيد من استهداف البيوت والآمنين، لأن الاحتلال عندما يتخبط يقوم بإطلاق هذه الصواريخ تجاه منازل المواطنين دون أي مراعاة للإنسانية وفي انتهاك واضح لكل الحقوق والأعراف الدولية. السيارات الإسعاف توجهت، ننتظر إن كان هناك شهداء في حي الشجاعية بالتحديد أو في حي الشيخ رضوان. حتى هذه اللحظة الاستهدافات هي لمنازل، نتحدث عن 43 شهيد، العدد مرشح للزيادة نظرا لحجم الإصابات الخطيرة، من بين أكثر من 250 إصابة، وأيضا العدد مرشح للزيادة. حتى هذه اللحظة وزارة الصحة الفلسطينية تحاول التعامل مع الوضع بكل اقتدار، لكن ربما في حال ازدادت أعداد الإصابات وأعداد الشهداء ربما لا تتمكن هذه المستشفيات من استيعاب هذا الكم أو استيعاب الكم الكبير من الإصابات ومن الشهداء، لأننا نتحدث عن أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها سكان قطاع غزة، نتحدث عن قطاع صحي. نعم سأعود إليك محمد.